بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنستكمل الجزء الخاص بالهندسة الميكانيكية الاثنين، هو الجزء الخاص بالديناميك. المحاضرة النهاردة تحت عنوان الباور أند إفيجنسي. طبعا مبدئيا لازم نسترجع بسرعة المحاضرة السابقة اللي احنا انتهيناها في الأسبوع الماضي، واللي هي كانت تحت عنوان الورك أو الشغل. وإحنا قلنا باشمهندسين ده الشغل هو نتيجة إن لو أي جسم أثرنا عليه بفورس F والجسم ده تحرك مسافة S، بقول إن تم بذل شغل على الجسم مقداره القوة في المسافة اللي مشيها، بس لازم تكون القوة ديت تكون قوة موازية لاتجاه الحركة. وبرضو عرفنا أنواع الشغل أو الأنواع، إنه إحنا قلنا في عندي شغل بينتج من قوة ثابتة على خط مستقيم، وفي شغل بينتج من قوة السبرينج، وفي شغل بينتج عن الوزن الخاص بالجسم. وبرضو استعرضنا البرينسيبال اوف ورك اند انرجي، تمام، وقلنا ان احنا لو طبقنا معادلة البرينسيبال اوف ورك اند انرجي هينتج عندنا ان مقدار طاقة الحركة الابتدائية اللي هي عبارة عن نص ام في واحد تربيع زائد مقدار مجموع الشغل المبذول على الجسم بتساوي مقدار طاقة الحركة النهائية اللي هي نص ام في اتنين تربيع. طيب النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد، موضوع هنسميه الباور اند افشنسي. موضوع الباور ده موضوع مهم جدا، ده هو اللي بيتم فيه قياس المواتير والأجهزة الكهربائية ومقدار الطاقة المبذولة منها. إيه دخل الباور بالشغل؟ عايزين كده نعمل مثال كده بسيط. افترضنا أنا النهاردة عندي جسم مقداره وزنه أو كتلته M اتحرك في مسافة مقدارها S، مسافة مقدارها S، فالنهاردة أنا بقول تم بذل الشغل على هذا الجسم مقدار اف اف اس. هنقول والله احتمال بالتقريب كده ان او يعني فور اكزامبل ان مقدار الشغل ده 20 نيوتن متر، 20 نيوتن متر ان ايه. طيب وفي جسم تاني نفس الكتله اثرنا عليه فورس، وبرضه حسبنا قيمه الفورس في المسافه وجدناها 20 نيوتن متر. ايه الفرق بين ده وبين ده؟ ما هو الجسم الأولاني تم بذل الشغل عليه في 5 دقائق، تحرك المسافة ديت 5 دقائق، والجسم الثاني تم بذل الشغل عليه في اللي هو العشرين نيوتن متر برضو في دقيقتين. طيب يبقى هنا هيظهر عندي متغير التايم اللي هو التي. يبقى أنا عندي في الشغل الأولاني الحالة الأولانية 20 نيوتن متر لكل 5 دقائق، والحالة الثانية 20 نيوتن متر لكل دقيقتين. يبقى دي وفي هذه الحالة احنا بنسمي هذا المتغير او هذا الكوانتيتي بنسميها الباور، هي معدل تغير الشغل بالنسبة للزمن. يبقى ده انا بقيس بيه الباور، القدرة، بقول عندي القدرة هنا في هذه الحالة القدرة جسم كبير، قدرة كبيرة او قدرة قليلة. يبقى هنا معدل تغير الشغل بالنسبة للزمن هي القدرة او مقدرة الموتور او مقدرة الشخص على بذل الشغل. طبعا لما نيجي نقسم ال 20 على 5 معناها 4 نيوتن متر على السكند او 4 واط، تمام، لكن لما يقسم ال 20 نيوتن متر على دقيقتين معناها 10. يبقى اكيد اللي بيبذل الشغل في زمن اقل، تمام، هو اللي بيديني باور اكتر. يبقى لما نيجي نبص لهذه المعادلة اللي نقول بي المرمز لها بالرمز باور بتساوي دي يو التغير في الشغل على التغير في الزمن. طيب لما اجي ابص عندي للدي يو الورك اللي احنا قلنا عليه، مش هو عباره عن الاف في الدي ار او الاف في الدي اس، لان احنا قلنا ايه الدي ار دي المسافه او الدي اس دي المسافه. طيب لما اجي ابص على الدي ار على الدي تي، الدي ار على الدي تي ايه بتساوي ايه دي حضرات؟ الدي ار على الدي تي هي السرعه او هي مقدار التغير في المسافه على مقدار التغير في الزمن. يبقى اذا عندي الباور بتساوي الاف في الدي ار على الدي تي، تمام، واحنا عرفنا ان الدي ار على الدي تي بتساوي ايه؟ بتساوي السرعه. يبقى اي باور انا بتنتج عندي
تمام، بتساوي الفورس مضروبة في مين؟ مضروبة في السرعة. بس ناخد بالنا يا باشمهندسين ان الفورس دي بتكون الفورس الموازية لاتجاه الحركة، لانها الاصل بتاعت مين يا حضرات؟ بتاعت الورك، بتاعت الشغل. لان احنا قلنا زمان، قلنا الاسبوع الماضي ان الشغل عندنا، ان الشغل هو ايه؟ هي القوة، القوة في المسافة اللي هيمشيها. بس القوة لمين؟ القوة اللي موازية لاتجاه مين؟ اتجاه الحركة. يبقى دي برضو هي نفس الكلام، يبقى هي دي نفس القوة ايه؟ هي القوة اللي موازية اتجاه مين؟ اتجاه الحركة، مضروبة في مضروبة في المسافة. طيب لما انا اقول عندي الواحد نيوتن في المتر، دي يا جماعة وحدات مين؟ الشغل، مقسومة على التايم، دي بقولها على بعض، دي عبارة عن ايه؟ واحد جول على السكند، واحد جول على السكند اللي هي بتساوي واحد واط. دايما احنا ايه بنرمز للباور بالواط، يبقى هو الواط واحد واط، وهي بتساوي واحد جول على السكند بتساوي واحد نيوتن متر على السكند. وطبعا في بعض الاحيان كتيره خالص بنحول ايه، بنحول ال الواط الى هورس باور، حيث الواحد هورس باور بتساوي كام؟ بتساوي 746 واط. تمام، واحنا عندنا ايه، عارفين ان الهورس باور ده بيساوي كام؟ بيساوي احنا قلنا بيساوي 746 واط. هشيل الواط ده واحط مكانه مين؟ احط مكانه نيوتن متر على السكند. تمام، طبعا دي وحدات ايه؟ دي وحدات النظام الدولي. لكن لما اجي احول الوحدات النظام الدولي الى النظام الانجليزي هيبقى عباره عن ايه؟ النيوتن هشيل مكانه الباوند، الباوند فورس، والمتر احط مكانه الفت، والسكند هي السكند اللي بيبقى عندي عباره عن ايه؟ يبقى هيبقى عندي عباره ان الواحد هورس باور بيساوي 550 فيت باوند فورس على السكند. ده بالنسبه ايه؟ للباور، تعريف الباور، وبالنسبه ايه؟ لوحدات الباور اللي عندنا. طيب نيجي نبص على الكفاءه، الافشنسي. احنا عارفين يا باشمهندسين كفاءه اي اله هي عباره عن الباور اوتبوت على الباور انبوت. تمام، لان انا النهارده مش هجيب انسان يزق لي الصندوق او يزق الجسم، لا، ده انا هيبقى عندي مواتير وعندي ماشين. الماشين دي والمواتير دي هتبقى طبعا ليها ايه؟ ليها قدره، مصنع على قدره. تمام، فعلشان اعرف ان هذه الماشين وهذه الالات كفاءتها كويسه ولا كفاءتها وحشه، تمام، فانا لازم يبقى ايه؟ اقدر احسب مين؟ احسب الباور الاور، الباور اوتبوت. الباور اوتبوت هحسبها ازاي؟ زي ما احنا قلنا، زي ما احنا هنحسبها عن طريق الفورس في السرعه اللي بيتحرك بيها الجسم. واحنا دايما عرفنا يا باشمهندس الكفاءه بتساوي ايه؟ بتساوي الباور اوتبوت على الباور انبوت، او بتساوي الانرجي اوتبوت على الانرجي انبوت. ده بالنسبه ايه؟ للكفاءه. طيب لما نيجي نبص للاكزامبل ده عشان نبقى نطبق الكلام اللي احنا قلناه ونشوف الاكزامبل ده. زمان ان ذا فيجر pushes on the 50 كيلوغرام كيرت with a force of F بتساوي 150 نيوتن. يعني بيقول لك انا راجل، تمام، هو موجود اهو بيزق صندوق وزنه 50 كيلوغرام بقوه مقدارها 150 نيوتن. لو انت لاحظت ان القوه دي قوه مش افقيه، الصندوق هيتحرك في اتجاه ايه؟ في اتجاه افقي. لكن القوه دي مش قوه مش افقيه، بتميل على الافقي بزاويه ميل بايه؟ بخمسة ثلاثة أربعة. طبعا إيه دي؟ أضلاع المثلث اللي هقدر أحسب منه إيه زاوية الميل اللي هنا. تمام، طيب المطلوب determine the power supplied by the man. عاوز الباور المطلوبة من الرجل ده هو انتي بتساوي 4 سكند، لأن الزمن عندنا كام؟ 4 سكند. The coefficient of kinetic friction between the flower and the curd is mu kinetic بتساوي 2 من 10. تمام، هنا بيقول لك عاوز يحسب الباور المطلوبه للراجل ده. انت عاوز بقى تختار بقى ايه؟ تختار راجل عند باور عشان يقدر ايه يزق لك الصندوق ده، او يقدر ايه يولد هذه الفورس. تمام، عاوز الراجل ده هيعمل باور كام؟ تمام، قال لك ان في زمن مقداره 4 ثواني، وكمان مديك معامل الاحتكاك الاستاتيكي ما بين الصندوق والفلاور 2 من 10، وقايل لك initially the curd is at rest، ان الصندوق ده كان ايه؟ كان واقف على الارض وبدا من السكون. طالما ان هو بدا من السكون معناها ان ال في 1 بتساوي كام؟ معناها ان ال في 1 بتساوي 0. طيب اول خطوه من خطوات الحل، احنا زي ما تعودنا ان احنا بنقول عندنا ان الصندوق بيتحرك في اتجاه الاكس كده، يبقى له عجله في اتجاه الاكس. طيب دي عجله في اتجاه الواي،
طبعا لا، لان الصندوق مش هيتحرك لفوق. طيب دي اول حاجه احنا عرفناها. ثاني حاجه احنا نعرف نعمل ايه يا حضرات، ان احنا نعمل الفري بادي دياجرام بتاعنا. تمام، ادي الصندوق اهو. الصندوق عندنا ايه بقى اللي عندنا؟ القوه اللي عندنا قوه الوزن، اللي هي مقدارها كام؟ مقدارها الام في الجي 50 كيلو جرام في عجله الجاذبيه الارضيه. بتاثر فين يا حضرات؟ بتاثر لاسفل. طيب رد الفعل اثر فين؟ اثر لاعلى. طيب عندنا قوه مقدارها 150 نيوتن بتميل بزاويه ميل زاويه ميل 3 4 5 دي اطوال الزوايا اضلاع. تمام، زاويه ميل 3 4 5. وكمان هيتولد عندنا ايه؟ طالما ان مديك معامل احتكاك يبقى هيتولد عندك قوه احتكاك بتساوي معامل الاحتكاك في رد الفعل العمودي، اللي هو كام يا جماعه؟ معامل الاحتكاك الكينيماتيكي 2/10 مضروبه في مين؟ مضروبه في ان، اللي هي مين؟ رد الفعل العمودي. طيب ده اللي احنا ايه هنعمله كده اول حاجه، وهنشوف احنا ممكن نحل هذا التمرين. نحله عن طريق حاجتين، نحله عن طريق الايكويشن اوف موشن، او نحله عن طريق مين؟ عن طريق البرنسبل اوف ورك اند انرجي. هنشوف هنا اهو، هنحل الكلام ده عن طريق الايكويشن اوف موشن. خد القوة في اتجاه الواي، المجموع القوة في اتجاه الواي بتساوي ايه؟ بتساوي الام في الاي واي. وطبعا احنا اتفقنا ان الاي واي بتساوي صفر. ليه؟ لان الصندوق ما بيتحركش في اتجاه الواي. طيب القوة في اتجاه الواي بتساوي يا حضرات؟ بتساوي الوزن الاسفل ناقص رد الفعل الاعلى. بتساوي ايه؟ بتساوي صفر اهو. يعني رد الفعل الاعلى ناقص مين؟ ناقص اتجاه ايه؟ اتجاه الواي اللي ناقص 50 9 8 1 100. القوة دي جت من فين؟ ال 150 دي القوة دي جت من ان احنا هنا عملنا ايه؟ ان احنا حللنا القوة دي، حللناها الى 150 في كوزاين الزاوية و 150 في ساين الزاوية. يبقى انا عندي القوة الرأسية ان ناقص 50 في 9 1/100 ناقص 150 مضروب في ساين الزاوية اللي هي ايه؟ 3/5 اللي هي في كام؟ ساين الزاوية اللي هي في كام؟ 3/5. هتساوي ايه؟ هتساوي صفر اهي. هتساوي اهو ان ناقص 3/5 في 150 ناقص 50 في 9 1/100 في ان هتساوي ايه؟ هتساوي صفر. ومن هنا انا اقدر اجيب ايه يا حضرات؟ اقدر اجيب رد الفعل العمودي بيساوي كام؟ بيساوي 580.5 نيوتن. 580.5 نيوتن. طيب لما اجي ارجع تاني وابص على القوه في اتجاه الاكس، ده انا عندي قوه 150 كوزاين الزاويه معناها 150 في 4/5 ناقص قوه الاحتكاك اللي هي بتساوي ايه؟ بتساوي 2/10 في ان اللي احنا جبناها من الخطوه اللي فاتت. بتساوي ايه؟ بتساوي الكتله في اي اكس. بتساوي الكتله في مين؟ في اي اكس هنا. يبقى انا عندي 4/5 في 150 ناقص قوه الاحتكاك اللي هي عباره عن ايه؟ معامل الاحتكاك الاستاتيكي مضروبه في مين؟ مضروبه في رد الفعل العمودي اللي احنا جبناها بكام؟ ب 580.5 نيوتن. تمام؟ ده يا جماعه نيوتن هنا. تمام؟ بتساوي ايه؟ بتساوي الكتله 50 كيلو جرام مضروب في مين؟ مضروب في ايه؟ مضروب في العجله. من هنا انا اقدر اجيب يا جماعه مين؟ اقدر اجيب العجله بتساوي كام؟ بتساوي 78/1000 متر بير سكند تربيع. يبقى انا قدرت ان اجيب ايه؟ اجيب العجله. طيب العجله دي عجله ايه يا حضرات؟ العجله دي عجله كونستانت. فانا اقدر عندي عجله كونستانت وعاوز اجيب السرعه. انا عاوز اجيب السرعه عشان اضرب الفورس في السرعه يديني ايه؟ يديني الباور. فهنا يا باشمهندسين هنقول العجله طالما ان العجله دي عجله كونستانت ما فيهاش مش متغيره في اي فاريبل تايم او تايم او فلوستي او ديستانس، يبقى انا اقدر ايه؟ اقدر اطبق مين؟ اطبق الفلوستي فانكشن في التايم. تمام؟ اللي بتقول ايه؟ الفي فاينل بتساوي الفي نوت زائد الاي كونستانت في التي، حيث الفي فاينل دي اللي المطلوبه عندي. طب الفي نوت بتساوي ايه؟ الفي نوت بتساوي زيرو. ليه بتساوي زيرو يا باشمهندسين؟ علشان ان الفي ديت هي اصلا الانيشال فلوستي. هو قايل لي في المساله ان الصندوق بدا من الريست كان ساكن، والاي سي طبعا حسبنا الاي، وممكن الطاي عندي 4 فممكن اجيب ايه؟ اجيب عندي ايه؟ اجيب عندي الفي اللي هنا اهو. اجيب عندي الفي، في بتساوي زيرو زائد العجله في السكند هتساوي كام؟ هتساوي 312 متر بير سكند. طيب طالما انا قدرت ان اجيب السرعه هنا اهو،
حروح اقول الباور بساوي ايه، الباور بساوي الفورس في الفي، بس انه فورس يا باشمهندسين الفورس اللي في اتجاه الاكس، الفورس اللي موازيه اتجاه الحركه اللي هي كام، اللي هي اف اكس اللي بساوي كام، 4 على 5 في 150. اللي ما حدش يقول ال 150، ال 150 دي قوه مايله بزاويه، انا عاوز القوه الموازيه لاتجاه الحركه اللي هي ايه، اللي احنا حللناها في اتجاه الاكس اللي عباره عن ايه، 150 في كوزين الزاويه اللي هي ايه، 4 على 5 مضروبه في السرعه، هيساوي عندنا ايه الباور بتساوي ايه، 37.4. طيب ممكن نحل التمرين ده احنا تاني، نحله ايه بطريقه البرنسبل اوف ورك اند انرجي. تمام، ايه بقى البرنسبل اوف ورك اند؟ بتقول ايه يا حضرات؟ بتقول ان مجموع طاقات الحركه الابتدائيه اللي هي عباره عن نص ام في واحد تربيع زائد مجموع الشغل المبذول على هذا الجسم، تمام، بتساوي مين؟ بتساوي نص ام في 2 تربيع. تمام، طيب لما اجي اعوض في هذه المعادله بقول نص ام في واحد تربيع، تمام، زائد مجموع الشغل المبذول على هذا الجسم بتساوي نص ام في 2 تربيع. طبعا نص ام في 1 تربيع بتساوي يا باشمهندسين بتساوي ايه، بتساوي في هذه الحاله بتساوي مين، بتساوي الجزء اللي هو بتساوي زيرو عندنا هنا، زائد مين يا باشمهندسين، زائد عندنا ايه، زائد الجزء اللي هو عندنا اللي هو القوه اللي مشيها الجسم اللي هي 150 في 4 على 5 القوه الافقيه مضروبه في مين يا باشمهندسين، مضروبه في اس في المسافة اللي مشيها، ناقص قوة رد الفعل قوة الاحتكاك 2 من 10 في N في S، هتساوي مين؟ هتساوي نص M في 2 تربيع، هتساوي نص M في 2 A تربيع. ومن خلال هذه أنا عندي هنا إيه، أنا عاوز أعرف الـ M، هيبقى عندي هذه المعادلة فيها مجهولين، مجهول الـ S ومجهول A ومجهول الـ السرعة. يبقى انا هضطر ارجع تاني اهو لهذه المعادله واروح اجيب مين، اجيب الاي زي ما احنا جبناه هنا اهو، بس انا عندي الاي وعندي التي، يبقى انا عندي معادله فيها زيرو زائد القوه اللي هي عباره عن 150 في 4 على 5 في اس ناقص 2 من 10 في رد الفعل في اس، هتساوي مين، هتساوي نص ام في 2 تربيع. عندي معادلة دي فيها مجهولين، يبقى انا اضطر اجيب معادله تانية عشان ايه، احل هذه المعادله. طيب ايه بقى المعادله الثانيه، هجيب هنا الايه هنا اهو زي ما احنا عملنا، هجيب الايه واروح اطبق معلقة ما بين التايم والاس، عشان اخذنا زمان في اول محاضره ان احنا بنقول في عندي علاقه ما بين الديسبيسمنت والتايم هات كونستانت اكسلريشن، هقدر اجيب مين يا جماعه، هقدر اجيب المسافه اللي مشيها مين، اللي المسافه اللي مشيها الجسم، اروح ارجع بعد ما اطبق في هذه المعادله وجبت الاس اللي عندي، ارجع اطبق في المعادله اللي هي عندي معادله المومنتوم اوف ورك اند انرجي، هيبقى فيها بشول واحد بس اللي هو ايه، في 2 تربيع، هقدر اجيب في 2 تربيع واعوض في هذه المعادله، هقول عباره عن الباور بتساوي ايه، بتساوي الفي 2 اللي احنا جبناها مضروبه في اف اكس اللي هي عباره عن 4 على 5 في 150، هضربها في اف في هيدينا عندي الباور. اتمنى انكم تحلوا هذه الطريقه بالطريقه الثانيه وتشوف الحل هل هيطلع متشابه ولا لا، وانا تحت امركم في اي حاجه، لو اي حد عنده اي استفسار التليفون المفتوح والواتس بتاعي مفتوح في اي وقت، ممكن ايه احنا نتناقش فيها ونوصل مع بعض. يبقى نقول تاني ان انا ممكن احل هذا التمرين زي ما هو كده، حل على طول كده طريق مباشر، تطبيق الايكويشن اوف موشن طبقناها، اتجاه الفورس في اتجاه الواي والفورس في اتجاه الاكس، الفورس اتجاه الواي بتساوي ايه، بتساوي الام في الاي اكس، واحنا عارفين ان الصندوق مش هيتحرك في اتجاه الاي اكس، يبقى الاي اكس بتساوي ايه، بتساوي زيرو، والمعادله الثانيه الاف في اتجاه الاكس، في الاف في اتجاه الاكس بتساوي الام في الاي اكس، واللي عندنا الاكس هنا طبعا دي مجهوله، فاحنا ممكن نقدر ايه من المعادله دي هنقدر نجيب رد الفعل العمودي الان، ومن المعادله الثانيه هنقدر نجيب ايه، نجيب الايه. طب لما اجي اطبق البرنسبل اوف ورك اند انرجي اللي هي عباره عن نص ام في 1 تربيع زائد القوه الافقيه
اللي هي عبارة عن 4/5 × 150 مضروبة في S ناقص رد الفعل اللي هي إيه؟ اللي هي قوة الاحتكاك اللي عبارة عن 2/10 × 580.5 في S هتساوي مين؟ هتساوي نص M في 2 تربيع. هذه المعادلة حضرتك حاجد فيها مجهولين، الS مجهولة والV 2 مجهولة. طيب هنعمل إيه بقى؟ هنبص للإيه عندنا اللي جبناها من هذه المعادلة، هبص على الايه اللي احنا جبناها من هذه المعادله. هنا هطبق علاقه ما بين الاي التي والاس ات كونستانت اكسلريشن، التي والاس ات كونستانت اكسلريشن. هجيب منها مين يا باشمهندس؟ هجيب المسافه اللي مشيها الجسم في الاربع ثواني. هرجع اطبق اعوض بالاس في المعادله السابقه اللي احنا قلنا فيها مجهولين، هيبقى ايه؟ هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي 4/5 × 150 في الاس اللي احنا جبناها من الكونستانت اكسلريشن ناقص 2/10 × 580.5 في اس هتساوي مين؟ هتساوي نص ام اللي هي 50 في في 2 تربيع. اقدر اجيب ايه؟ اقدر اجيب الفي 2 من هذه الحاله، واروح ارجع اعوض في المعادله اللي هي عباره عن مين؟ اللي هي الفي بساوي الفي اكس في الفي اللي احنا جبناها، واشوف وقارن ما بين هذا الحل والحل الاخر واشوف. طبعا اكيد طبعا الحلين طبعا هيطلع طبعا صح، بس انت لازم تركز في الحل معاك وتحل ستيب باي ستيب وتمسك بالورقه والقلم وتعويض مباشر عليها، ما فيهاش اي مشكله، ولا لو في اي مشكله انا تحت امرك. طيب نيجي نتكلم في موضوع جديد هنسميه الامبلس اند مومنتوم. احنا لما اتكلمنا يا باشمهندسين في موضوع الورك، تمام، احنا قلنا في اول الترم لما اتكلمنا على الديناميك، قلنا الديناميك ده الجسم اتحرك، طالما اتحرك حصل ايه؟ تشينج اوف ديسبلسمنت، حصل تغير في المسافه، وبالتالي في صندوق تحرك بفي واحد وفي صندوق تحرك بفي اتنين، وكمان طالما ان في حركه يبقى في عجله. واحنا خدنا العلاقات ما بين الاس بين المسافه وبين الفي والاي، وقلنا احنا الاس هي عباره عن ايه؟ التغير في التشينج، التغير في البوزيشن. الفي هي عباره عن مقدار التغير في الديسبلسمنت مقسوم على مقدار التغير في الزمن، وقلنا الاي هي عباره عن مقدار التغير في الفي على مقدار التغير في الزمن، وقلنا في علاقه ما بين ايه؟ ما بين الاي الاي دي اس بساوي الفي دي اي الفي دي في، وكمان قلنا في علاقات بين الفي بين السرعه والتايم، وبين السرعه والديسبلسمنت، وبين الديسبلسمنت والتايم ات كونستانت اكسلريشن. ده الكلام اللي احنا قلناه، تمام. في 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 موضوع الورك اند انرجي، احنا لو انت لاحظت احنا خدنا تاثير الزمن، تاثير التايم، تاثير المسافه الديسبلسمنت، قلنا جسم اتحرك مسافه 4 متر، وفي جسم اتحرك مسافه 5 متر، وفي جسم اتحرك مسافه ايه 7 متر. كل جسم ايه بيتبذل عليه شغل مختلف. طيب لما نيجي بقى نتكلم على الامبلس اند مومنتوم، يعني معناها لازم انا ايه اتكلم اشوف وقت التايم، الوقت تي عندي انا اثرت بفورس مقدارها اف على جسم بزمن مقداره تي واحد، ورحت جيت اثرت بنفس الفورس على نفس الجسم بمقدار تي 2، التي 1 غير التي 2، يبقى هنا في هذه الحاله ظهر عندي ايه؟ ظهر عندي امبلس، ظهر عندي حاجه بسميها الصدمه، ان انا ايه؟ الصدمه دي استمرت تي 1 وفي صدمه استمرت تي 2 وفي صدمه استمرت ايه؟ تي 4. ده اللي احنا هنعرفه وهنعرف تاثير ايه؟ تاثير الامبلس اند مومنتوم على الجسم وعلى الفورس اللي عندي. احنا يا باشمهندسين خدنا ان مجموع الفورس بتساوي الام في الايه، دي طبعا دي معروفه، خلاص خلص الكلام على كده. احنا قلنا ده اي جسم بيتحرك بسرعه في له عجله ايه هيتولد سرعه، هتولد فورس مقدارها الكتله في العجله. طيب لما اجي ابص على العجله هنا الاي دي، الاي دي بتساوي ايه يا باشمهندسين؟ مش بتساوي الدي في على الدي تي؟ الايه هشيل الايه هنا واحط مكانها الدي في على الدي تي، خلاص يبقى هقول الاف بساوي الام دي في على الدي تي. طيب لا ده هقول ايه؟ الاف دي تي بساوي الام دي في، الاف دي تي بساوي الام دي تي، وهعمل تكامل طرفين، تكامل عندي من تي 1 لتي 2 لاف دي تي هتساوي تكامل ام، تكامل من في 1 لفي 2 لام دي في. طيب الام دي الجسم كتله طبعا طبعا ثابته مش متغيره، هيطلع بره مين؟ بره التكامل. لكن انا مش هطلع الفورس بره التكامل هنا، ليه؟ لان ممكن تكون الفورس دي متغيره فانكشن في التايم، فهنخليها زي ما هو كده. يبقى انا حاجه هنا اهو هقول عندي تكامل
من دي واحدة اتنين اف دي تي بساوي مين؟ بساوي ام في من في واحد لفي اتنين. صح؟ هقول تاني تكامل مجموع تكامل من تي واحد لتنين في اف دي تي بتساوي ام في من هطبق عندي حدود تكامل من في واحد لفي اتنين هيبقى عندي هنا ايه؟ هيبقى عندي التكامل من تي واحد لتي اتنين اف دي تي بتساوي ام اتنين ام في اتنين ناقص ام في واحد. تكامل من تي واحد لتي اتنين اف دي تي بتساوي ام في اتنين ناقص ام في واحد ناقص مين؟ ام في واحد. طيب هنا انا هعمل ايه؟ هاخد المعادلة اللي هي نص اللي هي سالب ام في واحد هوديها الناحية التانية ناحية الشمال، هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى عبارة عن ام في واحد زائد تكامل مجموع الفورس تكامل تكامل من تي واحد لتي اتنين اف دي تي بتساوي مين؟ بتساوي ام في اتنين اهي. تمام؟ وهقول ان عندي الام في ده بسميه اللينير مومنتم. الام اتنين ده بسميه اللينير عندي مومنتم. والتكامل عندي اف دي تي بسميه اللينير امبلس. بسميه ايه؟ اللينير ايه امبلس. طيب هبص هيبقى عندي ايه؟ عندي الاف ده الاف تكامل من تي واحد لتي اتنين اف دي تي انا برمز له بالرمز اي. تمام؟ ممكن تكون عندي هنا حالتين متغيرتين، عندي ممكن تكون الاف كونستانت وبالتالي هيبقى عندي ايه؟ الفي بتساوي الفي كونستانت في تي 2 ناقص تي 1، خلاص الفي عندي ثابته مش متغيره مع التايم الكونستانت فورس. طيب لو عندي فاريبل فورس هسيبها زي ما هي كده، هيبقى عندي الاي بتساوي تكامل من تي 2 تي 1 في الاف اوف تي، لان انا عندي ايه؟ الفورس متغيره في مين؟ تكون فاريبل في التايم، تكون فاريبل في مين يا باشمهندسين؟ تكون فاريبل فين؟ في التايم دي تي. وهشوف هل هي مرفوعه للباور 0 او الباور 1 او الباور 2 او هكذا. تمام؟ وهكامل هذه المعادله على هذا الشكل. يبقى طالما ان انا عندي الفورس متغيره هسيب التكامل شكله زي ما هو عشان ما اتلخبطش بعدين، لكن لو انا عندي الفورس ثابته خلاص يبقى انا ممكن ايه اكامل واحط عندي حدود تكامل هيبقى عندي ايه؟ اللينير امبلس بتساوي الاف سي او الكونستانت فورس مضروبه في تي 2 ناقص تي 1. طيب لما نيجي بقى نبص على البرنسبل اوف لينير امبلس اند مومنتم زي ما احنا قلنا قبل كده ان الام في 1 زائد مجموع التكامل من تي 1 لتي 2 الاف دي تي. في هذه الحاله ممكن تكون الاف دي كونستانت يبقى انا هشيلها احط ايه؟ هيبقى هشيلها احط اف في تي 2 ناقص تي 1، لكن لو هي الفورس عندي متغيره هسيبها زي ما هي كده بتساوي مين؟ بتساوي الام في 2. ده بنسميه ايه؟ بنسميه البرنسبل اوف لينير امبلس اند مومنتم. نرجع تاني عشان تقارن ما بينها وبين البرنسبل اوف ورك اند انرجي. كان البرنسبل اوف ورك بتقول ايه يا باشمهندسين؟ بتقول نص ام في واحد تربيع زائد مجموع الشغل مجموع الدي يو صح بتساوي نص ام في اتنين تربيع. تاخد بالك بقى من ايه؟ من الحالتين دول. تاخد بالك من الحالتين دول. عاوزك تحط يعني تحط ده قدام بعض وهنشوف في اخر المحاضره احنا امتى نستخدم اللينير اوف امبلس اند مومنتم وامتى استخدم البرنسبل اوف ورك اند انرجي. طيب طبعا زي ما احنا عارفين ان احنا ايه الفورس عندنا في اتجاه الاكس والواي والزد هيبقى عندي في عجله او فورس في عندي مسائل سرعه في اتجاه الاكس والواي والزد هقول عندي ام في اكس واحد زائد مجموع الفورس تكامل من تي واحد لتي اتنين في الاف اكس دي تي هتساوي ام في اكس اتنين او ام في واي واحد زائد مجموع الفورس من تي واحد لتي اتنين في الاف واي دي تي بتساوي ام في واي اتنين او ام في زد زد واحد زائد مجموع تكامل من تي واحد لتي اتنين الاف زد دي تي بتساوي ام في زد اتنين. طبعا ده بنتكلم ان جنرال في الثري ديمنشن لو كان عندك اتجاه سرعه في اتجاه الاكس واتجاه الواي واتجاه الزد. طيب
هعمل كده اهو، هبص عندي للمعادله بتاعت اللي هي اللينير اوف امبلس اند مومنتم اللي عباره عن ام في 1 بلس تكامل من تي 1 لتي 2 الاف دي تي بتساوي مين؟ بتساوي الام في 2. هسمي الام في 1 ده عباره عن ايه؟ الانيشال مومنتم دايجرام، ده هو الجسم ده لما يكون عندي ام في 1 ده هو عباره عن ايه؟ ده بسميه الانيشال مومنتم دايجرام زائد الامبلس دايجرام. طبعا ده يا جماعه بيعتمد على التايم، لو التايم ده هنا بيساوي زيرو يبقى ما عنديش امبلس خالص، ما عنديش امبلس، ما عنديش، هيبقى كل الايه؟ هتبقى كل المعادله عباره عن مومنتم. تمام؟ طيب وفي هذه الحاله السرعه عندي مش هتتغير، الام في 1 بتساوي الام في 2 يبقى معناها ان الفي 1 بتساوي الفي مين؟ بتساوي الفي 2. لو ما عنديش تايم ما اثرتش بفرصه تايم خالص هنا، تمام؟ هتساوي مين؟ هتساوي الفاينل مومنتم دايجرام، يعني معناها ان الفاينل مومنتم دايجرام بيساوي الانيشال مومنتم دايجرام متضاف عليه قيمه الامبلس دايجرام او قيمه الفورس اللي في التايم اللي اثرت فيها في التايم، تي 1 تي 2 تي 4 تي 5 ايا كان ها مقدار هذا التحديد الزمن، انا حد ايه هجمعه على ايه؟ على انيشال مومنتم، هيديني ايه؟ الفاينل مين يا جماعه؟ الفاينل مومنتم عندي. طيب نيجي نبص الاكزامبل كده سريع علشان نطبق الكلام اللي احنا قلناه ده. بيقول لك 100 كيلوغرام ستون شون ان فيجر از اوريجينالي ات ريست اون ذا سموث هوريزونتال سيرفيس. كل كلمه في الديناميك بتكون ليها معنى، ان عندي صخره كتلتها او وزنها كتلتها 10 كيلوغرام دي موجوده على مستوى افقي سموث وريست، دول ايه؟ ثلاث حاجتين مهمين جدا نطلع منهم بمعلومه. معلومه ان انا عندي الريست معناها ان الفي 1 بس او زيرو، السموث هورزونتال سيرفيس معناها ان ما عنديش معامل احتكاك استاتيكي، تمام؟ معناها ان مش هتولد قوه احتكاك عندي، لان انا عندي الميو هنا بتساوي ايه؟ بتساوي زيرو. اف تاون فورس از قوه ايه؟ قوه برج مقدارها كده اهو، قوه مقدارها 200 نيوتن بالمنظر ده، بتميل بزاويه 45 acting on an angle of 45، بتاثر بزاويه 45 is applied to the stone for 10 سكند. هذه القوة أثرت اللي مقدارها 200 نيوتن بتميل بزاوية 45 أثرت بزاوية أثرت على الحجر ده في زمن مقداره كام؟ 10 ثواني. Determine the final velocity and normal force which the surface extract on the stone during this time interval. يعني عاوز يحسب الفلوسيتي السرعة النهائية، وكمان عاوز يحسب النورمال فورس اللي هتاثر من نتيجه ايه؟ هذا ايه؟ هذه الفورس عاوز يحسب النورمال فورس رد الفعل العمودي اللي هياثر على هذا الجسم نتيجه ايه؟ نتيجه هذه القوه اللي مقدارها 200 نيوتن بتميل بزاويه 45 واثرناها على صندوق او على حجر وزنه 100 كيلوغرام في 10 ثواني. طيب اول حاجه زي ما تعودنا هنعمل ايه هنا يا باشمهندسين؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ان احنا هنخلي ال هنرسم ايه؟ الفري دايجرام، وهنكبره شويه كده اهو، هنكبر الفري شويه كده هنكبره، تمام؟ وبعدين يعني نبدا نصغره تاني اهو. هنا اهو هنكبر عندنا الفري يا جماعه دايجرام، تمام؟ ادي الصندوق، ادي الصندوق اهو، ادي الصخره اهي ليها وزن لتحت مقدارها كام؟ مقدارها 100 كيلو جرام مضروب في عجله الجاذبيه الارضيه باسها الاسفل. في عندي رد الفعل الاعلى ال ان سي، وعندي قوه مقدارها 200 نيوتن بتميل بزاويه 45 على مين؟ على الافق. طبعا ده هو ايه؟ ده هو اللي هو بنسميه ايه حضرات؟ بنسميه الفري دايجرام بتاعنا. طيب هنشوف برضو الصخره دي بتحرك في اتجاه الاكس ولا اتجاه الواي؟ بتحرك في اتجاه الاكس، لكن في اتجاه الواي لا حركه، مالهاش حركه عندنا. طيب يبقى نيجي نرجع تاني كده اهو نصغرها عشان نشوف الناس هتحل ازاي. اهو كده اهو. هنا هنطبق بعد ما رسمنا يا جماعه الفير بيت دياجرام، وجدنا ان الفورس دي فورس ايه يا جماعه؟ فورس كونستانت. يبقى انا هقدر ايه؟ هطبق المعادله الامبلس تساوي الاف سي في تي 2 ناقص تي 1. طيب تي 1 بتساوي كام؟ البدايه عندنا من تي 1 بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. نيجي نطبق البرنسبل اوف امبلس اند مومنتم عباره عن ايه؟ الام في اكس 1 زائد مجموع الفورس من تي 1 لتي 2 في الاف اكس دي تي بتساوي الام في اكس 2.
طيب خد بالنا ان ال في اكس واحد بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. ليه؟ لان كان الحجره بدأ من ايه؟ من السكون عندي. التكامل بتاع الـ 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 من تكامل من تي 2 لتي 1 الاف اكس دي تي، الاف اكس دي كان عباره عن قوه ثابته ولا قوه كونستنت ولا قوه متغيره؟ قوه كونستنت. يبقى انا هقول عندي القوه في اتجاه الحركه اللي هي عباره عن ايه؟ 200 كوزاين 45. 200 كوزاين 45 مضروبه في مين؟ مضروبه في تي 2 ناقص تي 1. بس تي 1 انا بتساوي كام؟ بتساوي 0. 3 بتساوي 10. بتساوي مين يا باشمهندس؟ بتساوي ايه؟ بتساوي 100 في 100 كيلو جرام في ال في 2. ومن هنا انا اقدر اجيب مين يا باشمهندس؟ اقدر اجيب ال في ايه؟ ال في 2. وكمان ممكن اقدر اقول ايه؟ اقول ان الباور اللازمه لتحريك هذا الحجر في هذا الزمن بتساوي كام؟ بتساوي ال 200 كوزين 45 مضروبه في مين يا باشمهندس؟ مضروبه في هذه السرعه الباور. لان ممكن ايه؟ ممكن انا اشيل القوه ديت واجيب مكانها ايه؟ بقى حد عنده القدره ان يحرك الصندوق بنفس مقدار ايه؟ مقدار الفورس دي. يبقى معناها ايه؟ معناها 200 في كوزين 45 زائد القوه الافقيه اللي هي كده مضروبه في مين؟ مضروبه في 10 مضروبه في السرعه هيديني الباور اللي عندي. طيب المطلوب الثاني كان عاوز يحسب النورمال فورس. النورمال فورس من هنا اهو هقول عندي ان ال سي بتساوي مين؟ بتساوي الوزن اللي هو الام في الجي، اللي هو الام بكام؟ ب 100، في الجي بكام؟ ب 9.1%. يبقى ال سي هنا بتساوي كام؟ بس طبعا لا، بس كمان في قوه ثانيه هنا فوق اللي هي عباره عن 200 ساين 45. يبقى عباره عن ان سي بلس 200 ساين 45 ناقص 981 هيديني ايه؟ هيديني القوه اللي هي رد الفعل ايه العمودي. او يا اما اطبق مين؟ اطبق البرنسبل اوف ورك، البرنسبل اوف امبلس في مين يا حضرات؟ في الاتجاه الواي. هقول عندي الام في الفي واي واحد زائد تكامل من في واحد من تي واحد لتي اثنين الاف واي دي تي بتساوي مين؟ بتساوي الام في واي، الام في واي ايه؟ الام في واي 2. خد بالك ان الفي واي 1 بتساوي 0 والفي واي 2 بتساوي 0. تمام؟ هنبص هنا هنقول عندنا الان في التي اهي، انا هبص على مجموع الفورس اللي هنا. هنرجع خد بالك، هنرجع للكلام اللي قلته من دقيقه اللي هو ايه؟ ان انا اطبق عندي المعادله على طول كده اهو. انا قلت كده اهو، عندي الان سي ناقص 200 ساين 45 ان سي زائد 200 ساين 45 ناقص 981 هتساوي مين؟ هتساوي 0. هجيب من هنا يا جماعه مين؟ الان سي. لا ده واحد ثاني هيقول لي والله انا يا دكتور انا هطبق ايه؟ هطبق البرنسبل في امبلس اند. ماشي طبق مع بعض مش مشكله، كلامك صحيح بنسبه 100%. هيبقى عندي الام في واي 1 زائد مجموع الفورس في تكاملها من تي 1 لتي 2 الاف في اتجاه الواي في الدي تي بتساوي الام في الفي في اتجاه الواي 2. طيب ما الفي واي 1 بتساوي 0 صح ولا لا؟ لان ما عنديش حركه في اتجاه الواي، والفي واي 2 بتساوي 0. طيب مجموع الفورس في اتجاه الواي مين؟ ما عندك ان سي صح ولا لا؟ مضروبه في مين؟ مضروبه في تي 2 ناقص تي 1، وتي 1 بتساوي 0 يبقى عباره عن ايه؟ الان سي مضروبه في كام؟ في 10 ناقص 981 في تي 2 ناقص تي 1. تي 1 بتساوي كام؟ بتساوي 0، يبقى مضروبه في كام؟ مضروبه 10 زائد 200 نيوتن ساين 45 مضروبه في مين؟ في فرق التايم، والتايم 1 بتساوي 0 اصبحت ايه؟ بتساوي 10. فال 10 هتروح مع ال 10 هتروح مع ال 10 هيطلع عندي ايه؟ المعادله اللي قلت لك عليها اللي هي ال ان سي بلس 200 ساين 45 ناقص 981 بتساوي 0. ومن هنا هجيب يا جماعه هجيب عندي ايه؟ ال ان سي بتساوي 840 نيوتن. ناخد بالنا انت مشيت بالطريقه دي ماشي او مشيت بالطريقه دي ايه ماشي، بس اهم حاجه تاخد بالك انك انت هنا ايه بتضرب في التايم، فالتايم كله هيعرف مع بعضيه، هترجع لمين؟ هترجع عندك للايكويشن اوف موشن في اتجاه مين يا باشمهندسين؟ في اتجاه الواي. ليه؟ اللي احنا قلنا هنا ان الايكويشن اوف موشن في اتجاه الواي ان سي بلس 200 كوزاين 45 ناقص 981 بتساوي مين؟ بتساوي الام في الاي واي، والاي واي ما لهوش حركه في اتجاه الواي، يبقى معناها الاي واي بتساوي ايه؟
بس ساوي زيرو، فاصبحنا ايه وصلنا لنفس هذه المعادله. وجينا هنا عملنا ايه، جينا ايه رسمنا اللي ايه الدياجرام اللي هو عباره بنقول عباره عن ايه الانيشال مومنتم زائد الانيشال امبلس، تمام، هيساوي مين، هيساوي الفاينل مومنتم اللي عندي اللي احنا قلناها قبل كده موجود في السلايد اللي قبل فاتت. ناخد بالنا يا باشمهندسين جدا من احنا ازاي لما نيجي نطبق الايكويشن اوف موشن او نيجي نطبق البرنسبل اوف امبلس اند انرجي. طيب قبل ما اشرح الاكزامبل ده، تمام، انا عاوزكم تركزوا معايا قوي في الكلام اللي انا هقوله لكم. هرجع تاني للبرنسبل اوف لينير اند امبلس، وتسمحوا لي بس انا كده هروح ايه هجيب البرنسبل اوف لينير اوف ورك اند انرجي. اسمحوا لي كده، هنجيب المعادله بتاعت ايه البرنسبل اوف ورك اند انرجي اهي. ونحطها هنا بس كده. ادي دي المعادله بتاعت ايه البرنسبل اوف لينير امبلس اند مومنتم، صح ولا لا؟ اللي هي ام في واحد زائد مجموع الفرص تكامل من في من تي واحد لتي اتنين اف تي تي بتساوي ام في اتنين، ودي البرنسبل اوف ورك اند انرجي بتساوي ايه؟ اللي احنا قلنا بتساوي نص ام في واحد تربيع زائد، هاخد دي يا جماعه الناحيه الثانيه اهو، زائد مين؟ زائد الشغل، مجموع الشغل من واحد لاثنين بتساوي مين؟ بتساوي نص ام في 2 ايه في 2 تربيع. معذره هذه المعادلة أوضح شوية. تمام. لما بص عندي للبرنسبل اوف ورك اند انرجي، نص ام في واحد تربيع زائد البي اس ناقص قوة الاحتكاك مضروبة في مين؟ مضروبة في الاس، لأن دول يا جماعة بيمثلوا لي إيه؟ دول بيمثلوا لي الشغل بتاعي، صح؟ بتساوي نص ام في 2 تربيع. نص ام في 2 تربيع. انا عاوزك بقى تفرق بين هذه المعادله وهذه المعادله. امتى تيجي في التمرين تبدا تقول والله انا هشتغل؟ طبعا خلينا نكون متفقين ان اي تمرين في الدايناميك هيتحل عن طريق الكويشن اوف موشن، ان مجموع الفورس في اتجاه الاكس بتساوي الام اكس، ومجموع الفورس في اتجاه الواي بتساوي الام في ايه في الام في الاي اتجاه الواي، ومجموع الفورس في اتجاه الزد بتساوي الام في الاي زد. دول اي مساله في اي تمرين في الديناميك احنا بنحلهم بدول، لكن لو احنا عندنا وجدنا في التمرين ان هو عندك في اس بيديك المسافه اللي امشيها الجسم عندك، تمام، فبالتالي انا اقدر اطبق البرنسبل اوف ورك اند انرجي اهو، انا عندي الاس. لكن لو ما عنديش الاس هضطر احسب الاول عن طريق الايكويشن اوف موشن العجله، واشوف العجله هي هل هي عجله كونستانت ولا مش كونستانت. لو عجله كونستانت هروح اخش في العلاقات بين ايه العلاقات اللي خاصه بين التايم والسرعه، والتايم والمسافه والسرعه اد كونستانت اكسلريشن واجيب المسافه. لكن لو هو في التمرين مديني على طول الاس المسافه اللي مشيها الجسم، يبقى هي ديت كان بي ابلايد برنسبل اوف ورك اند انرجي. لو مديك الزمن اللي تاثر فيه الجسم الفرصه على الجسم كان بي ابلايد برنسبل اوف لينير امبلس اند مومنت. ناخد بالنا من الكلام ده عشان نبقى ايه، هو انت هتحل باي طريقه، هتحل بالامبلس، هتحل بالامبلس او بالورك او بالايكويشن او موشن هتحل، بس في طريقه بتبقى سهله وطريقه بتاع ايه تحتاج اكتر من خطوه عشان ايه توصل للحل النهائي. فانت ممكن تحل باي طريقه وتعمل تشيك اب على ايه على حلك بالطريقه الثانيه. ماشي يا باشمهندسين؟ طيب
ناخد الاكزامبل ده، وده يعتبر اكزامبل يعني ده لسه اكزامبل نوعيه جديده على ايه، مش من النوعيات اللي احنا خدناها قبل كده. هنبص على الاكزامبل ده ونشوف 50 باوند كيت شود انفجر از اكت اب اب اون باي فورس هافينج ا فاريبل ماجنيتيود بي بتساوي 20 تي. هنا بيقول لك صندوق وزنه 50 باوند، تمام، فورس عليه 50 باوند، عليه 50 باوند فورس، وعشان لما نجيب طالما ان الفورس 50 باوند ممكن نجيب ايه، نجيب الوزن. ان نقسم هذه الفورس على مين؟ على عجله الجاذبيه الارضيه بنظام ايه، بنظام الانجليزي، اللي هي بتساوي كام؟ بتساوي 32.2 زي ما احنا قلنا في الاكزامبل اللي فات في المحاضره السابقه. قال لك ان الفاريبل الفورس دي كانت متغيره 20 تي حيث تي للزمن، هنا الفورس يا جماعة مش ثابتة. determine the curved velocity 2 second after B has been applied، يعني بعد سنتين من تطبيق هذه الفورس عاوز يحسب ايه سرعة ايه الصندوق. the initial velocity is V1 بساوي 3 feet per second، كمان السرعة بتاعت الصندوق كانت ايه الابتدائية بساوي 3 feet per second down the plan، and coefficient of kinetic fraction between curved and plan is q mu k بساوي 3.10. كمان مديك ايه معامل الاحتكاك الاستاتيكي بين الصندوق وبين الارض وبين المستوى اللي هو مايل ده، كانت كام يا باشمهندسين؟ كانت ب 3.10. زي ما احنا عرفنا اول حاجه هنعملها ايه، هنعمل ايه، هنرسم الفري دياجرام وهنكبره كده اهو حضرات عشان ايه تشوفه كويس، تمام، ونرجع تاني نشوف ايه بقى. عندي القوه اهي، قوة عندي بي بساوي 20 طن 20 تي سوري 20 تي، وزنه كان 50 باوند. هي 50 باوند دي عبارة عن حضرات عبارة عن الكتلة مضروبة في عجلة الجاذبية الأرضية اللي هي بتساوي كام في النظام الإنجليزي؟ بتساوي 32.2، تمام. رد الفعل العمودي عندي قوة الاحتكاك اللي ظهر، لأن أنا عندي معامل احتكاك بس صح ولا لا، بساوي المعامل الاحتكاك الاستاتيكي في رد الفعل العمودي، تمام. هاجي هنا حاجه هعمل ايه، احنا رسمنا الفيو دياجرام اهو، وهتكلم على مين، على البرنسبل اوف امبلس. عندي هاخد عندي اتجاه المايل، تمام، هيبقى عندي الكتله ام اهي ام في 1 ام يا جماعه بساوي كام؟ زي ما قلت بساوي الكتله بساوي الوزن 50 باوند مقسوم على مين؟ مقسوم على 32.2 فت مضروب في مين؟ مضروب في الفي 1 زائد تكامل من تي 1 لتي 2 هي من 0 ل 2 سكند في مين؟ في التي في ال 20 تي. وقلنا يا جماعه ال 20 تي ديت دي قوه فاريبل متغيره بتساوي مين؟ ناقص مين؟ ناقص الجزء اللي هو ده. هنشوف هنا اهو، نكمل نرجع تاني اهو كده اهو في قوه الاحتكاك اللي عباره عن رد الفعل، معامل الاحتكاك في رد الفعل في مين؟ في التكامل برضه. بس خد بالك ان التكامل هنا كانت قوه ثابته عباره عن ايه 3.10 في الان سي، قوه ثابته عندي مش متغيره، تمام. في التي لان هو حط 2 ناقص 0 اصبحت عضله 2 على طول، زائد مين؟ زائد القوه اللي جايه من الوزن، ما انا هحللها صح، هيبقى عباره عن ايه 50 باوند كوزاين 30 و50 باوند ساين كام؟ ساين 30 بالسالب ولا بالموجب؟ بالموجب انها هتبقى ايه مع اتجاه الحركه، يبقى زائد 50 باوند ساين 30 برضه في تي 2 ناقص تي 1، تي 1 بتساوي ايه؟ بتساوي 0، وتي 2 بتساوي كام؟ بتساوي 2، يبقى اصبحت بتساوي 2 على طول، ايه تمام. هتساوي مين يا باشمهندسين؟ هتساوي برضه لسه ما جاتش ما ظهرتش سوري، خليك ده فوق ده، تمام. هتساوي مين؟ هتساوي ام في 2 صح ولا ام بتساوي ايه؟ بتساوي 50 باوند بصوا على مين؟ على عجله الجاذبيه الارضيه، تمام. فهنا ايه اصبح عندي دي معادله واحده فيها مين؟ فيها الفي 2. اقدر اجيب ايه؟ اقدر اجيب الفي 2 من هنا اهو، تمام. اقدر اجيب ايه؟ هيبقى عندي هنا معادله فيها متغيرين، فيها موجلين الان سي والفي. اروح اطبق الامبلس على مين؟ على القوه فين؟ في اتجاه الواي اللي هو هنا خدناها في اتجاه الاكس، هبص على الامبلس في اتجاه مين؟ في اتجاه الواي. هيبقى عندي
ال ان سي طبعا انا عندي في اتجاه الواي ال في واي واحد بساوي ايه؟ ال في واحد بساوي ايه؟ بساوي زيرو. ام في واي واحد زائد تكامل تكامل من تي واحد دي تي اتنين مجموع الفورس صح؟ هتساوي مين؟ هتساوي ام في تي ام في اتنين. هتساوي مين؟ ام في ايه؟ في اتنين. طيب لما اجي ابص على ال في واي واحد بساوي زيرو والفي واي اتنين بساوي زيرو هيبقى عندي رد الفعل ال ان سي مضروب في التايم ناقص القوة اللي عبارة عن 50 كوساين 30 مضروب برضه في التايم. التايم بتاعي هيروح مع تايم. هرجع لمين يا باشمهندسين؟ هرجع للايكويشن اوف موشن في اتجاه مين؟ في اتجاه الواي اللي هي بتساوي ال ان سي ناقص ال 50 كوساين 30 باوند بتساوي ايه؟ بتساوي الام اي واي والاي واي في هذه الحالة بتساوي ايه؟ بتساوي زيرو. يبقى انا عندي هنا معادلتين في مجهولين ال ان سي والاي والفي. هيبقى عندي ان ممكن ايه؟ اجيب ال ان سي وبالتالي اقدر اجيب ايه؟ اقدر اجيب ال في 2 بساوي 44.2 فيت بير سكند. طبعا انا ممكن اطبق على طول الايكويشن اوف موشن على طول دايركتلي تمام. ان نقول ان مجموع الفورس في اتجاه الاكس بساوي الام اكس. هيطلع عندي هنا الام اهو هيطلع عندي هنا الاي بساوي كام؟ الاي بساوي 12.88 تي زائد 7.734. خد بالك دي عبارة عن عجلة مش كونستنت. أروح أقول إيه؟ أقول ده الـ A بساوي الـ V دي الـ DV على دي صح ولا لا؟ أقول إيه؟ الـ A بساوي الـ V دي الـ DV على دي تي. هيبقى عندي الـ DV بساوي مين؟ بساوي الـ A دي تي. هكامل عندي الـ DV بساوي الـ A دي تي هكاملهم من V1 لـ V2 V1 بساوي 3 و V2 بساوي 0 تمام؟ لان هو ايه الصندوق هنا قايل لك ان هو ايه وقف تمام. السرعه النهائيه السرعه الدقيقه بتاعته بتساوي 3 تمام. فهنا ايه عندك من في من 3 لفي لفي اللي هي مجهوله عندي. الدي في بتساوي ايه تكامل من تي 1 ل 0 لتي 2 بتساوي 2. للكلام ده هيطلع عندي ايه؟ هيطلع عندي وعوض بالتكامل ب 2 هيطلع عندي الفي بتساوي 44.2 فيت بير سكند زي ما عملناها فوق نفس الكلام من فوق. ناخد بالنا يا باشمهندسين انك انت ممكن تشتغل باي طريقه لكن اهم حاجه انت ايه تبقى انت عارف تعمل ايه تمام. لو انت عندك لو طلعت العجله دي عجله كونستانت يبقى على طول اروح اطبق الفانكشن اوف بتوين فيلوسيتي اند تايم ات كونستانت اكسلريشن على طول. لكن طالما ان هي عجله مش كونستانت عجله مش كونستانت لازم يقول عندي ايه الدي في بتساوي الاي دي تي واكامل الطرفين من في 1 لفي 2 وتكامل الطرف الثاني من تي 1 لتي 2 عندي في 1 بساوي 3 وفي 2 دي هي المجهوله. التي 1 بساوي 0 والتي 2 بساوي 20 بساوي 2 سكند. هكامل الكلام ده ويطلع عندي ايه اجيب الفي طبعا ايه لازم طبعا تكون ايه زي هذه المعادله. اتمنى ان نكون يعني النهارده او هذه المحاضره تكون انتوا يعني استوعبت فيها الجزء المطلوب كده بسرعه. هعرج على المحاضره واقول احنا ايه اللي خدناه في المحاضره وايه المهم اللي فيها. طبعا كل اللي خدناه طبعا يا جماعه مهم وطرق حل ايجاد السرعه وايجاد الفورس وايجاد الباور خدنا طريقه الايكويشن اوف موشن تمام وخدنا طريقه الورك واتكلمنا على البرنسبل اوف ورك اند انرجي. النهارده اتكلمنا على البرنسبل اوف لينير امبلس اند لينير مومنتم وعرفنا ازاي نطبق امتى نطبق البرنسبل اوف ورك لما يكون عندي المسافه الجسم يتحرك مسافه حد فاقدر اطبق البرنسبل اوف ورك ولما يكون عندي التايم هقدر اطبق ايه البرنسبل اوف امبلس اند مومنتم. وكمان شفنا حاله من حالات ان بتكون السرعه أو بتكون الفورس فاريبل في التايم وبالتالي هتكون العجله اللي هتطلع من عندنا فاريبل في التايم فبالتالي ما قدرتش اطبق الفانكشن اللي هي بين العلاقه بين السرعه والزمن والسرعه والمسافه والمسافه والزمن في مع وجود الكونستنت اكسلريشن. لكن ايه طبقنا على طول العلاقات اللي هي ايه بتقول ان الاس بتساوي الدي اس على الدي تي والاي بتساوي الدي في على الدي تي وجبنا السرعه في الحاله الثانيه عن طريق تطبيق الايكويشن اوف موشن ووجدناهم بيساوي بعض. واشكركم والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.